الباشا، ألف حمد لله على سلامة الست. الهانم ولدت بالسلامة. سعاد ولدت، بنتي ولدت، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مبروك يا عادل، ألف مبروك يا ابني. مراتك ولدت، ولدت خلاص. جابت ولد ولا بنت؟ لسه ما عرفش، إنما اللي عرفوا إن الست بخير والحمد لله. الدكتورة شفيقة بعتتني علشان أطمنكم. عن إذنكم. اتفضلي اتفضلي. لازم تكون جابت ولد. جابت ولد، جابت بنت، كله كويس، كله نعمة من الله. لكن أنا عاوز ولد، ضروري المولود يكون ولد. ضروري؟ ضروري إزاي؟ هو ده شيء بالطلب؟ دي إرادة ربنا يا ابني. أنا قلت لمراتي تجيب لي ولد، وأفتكر من واجب الست إنها تسمع كلام جوزها. إيه كلام المناخول يا ده؟ هو مدام حضرتك قلت لها هاتي لي ولد، قمت فصل لك ولد، تخلق لك ولد؟ أيوة أيوة أيوة. إزاي؟ معرفش، ده شغلها هي، هي اللي بتحبل وهي اللي بتولد، أنا ماليش شأن. انا طلبت ولد وهي عليها الباقي، تتصرف تشوف لها طريقه. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ هو انت طالب ولد كوتشينه؟ انت لو كنت بتلعب بارتيت بوكر وعايز فرده ولد ما تقدرش تتحصل عليها ولو خرجت عينيك الاثنين. ازاي تطلب من مراتك انها تفبرك لك ولد كده وتقول لك اتفضل اهو؟ انا ماليش دعوه، انا عايز ولد وخلاص. يا سلام. طيب افرض ان المولود بنت. بنت؟ اه. انا مش عاوز بنات، عاوز ولد. انا عارف المصايب اللي بتجراها البنات على اهلها في الزمن الوحش ده. مش كل البنات يا اخي، الركعة التربية والتعليم. الدنيا مليانة بنات متعلمات وامهات صالحات، الواحد يفتخر بيهم والوطن يعتز بامثالهم. كل ده كويس كويس، ما بنقولش حاجة، لكن انا عاوز ولد ولد ولد. ما تقدرش تقول عاوز. عاوز ده ايه؟ دي ارادة ربنا لوحده، ولا فيش انسان يقدر يتدخل في ارادة ربنا. يا باشا سعاد دي مراتي ولازم تسمع كلامي. اي نعم تسمع كلامك. لما تقول لها اعملي لي ملوخيه، اعملي لي حله محشي، اعملي لي لبخه، لكن تقول لها اعملي لي ولد، ده كلام ما يتقالش الا في مستشفى المجازيب. انا قلت كلمه ولازم تنفذ، ولد يعني ولد. يا سلام، ده انت شويه شويه تقول ينزل ولد ومعاه البكالوريا. مبروك يا جماعه، مبروك يا سعاده الباشا، مبروك يا عادل بيه. المولود جنسه ايه؟ خلصينا. ولد. لا، بنوته حلوه قطقوطه. هتسموها ايه؟ ياسمين. هسميها ياسمين، مش كده يا عادل؟ مش ممكن، ده مستحيل. انا عاوز ولد 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 ولد. ايه المفروض؟ هو ايه؟ بنتي بنتي. انا طلبت ولد، كان لازم تجيبي لي ولد، فاهمه؟ عادل عادل بنتي. لا يا عادل، اشتركوا في القناة.
يا سعاد يا بنتي أرجوكي ما تزوديش الحزن اللي في قلبي. زي النهاردة كان يبقى عمرها 6 سنين يا بابا، 6 سنين. يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى انت فين دلوقتي يا ياسمين؟ ربنا وحده هو اللي يعلم يا بنتي. 6 سنين دلوقتي واحنا بندور عليها مش لاقيين لها اي اثر. ما تقطعيش الامل يا سعاد يا بنتي، انا عشمي في الله كبير وضروري هيجمع شملك على شمل بنتي. كل اللي حصل ده سببه ابوها المجرم، لكن اهنا الجزاء من الله، ما زي الكلب انتقم منه المنتقم الجبار اللي ما يسيبش طار المظلوم. مفيش دقيقة تمر عليا من غير ما افكر فيها، يا ترى عايشة ولا مش عايشة، يا ترى هشوفها ولا مش هشوفها. انا عندي احساس غريب ان ياسمين عايشة وهتشوفيها قريب. يا ريت يا بابا يا ريت، ده انا بلم ولاد الناس ولاد الجيران اقعدهم جنبي عشان احس بوجودها. يا ترى انت فين يا بنتي؟ عايشة ازاي؟ بتعملي ايه؟ حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدول الدل. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدول الدل. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدول الدل. ويا حلوة يا حلوة، حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدول الدل. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدول الدل. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدول الدل. يا حلوة يا حلوة، حلوة حلاولة وحلويات يا واد انت يا كهنة يا كرفوم. شعرك فضة وغزل بنات، انما خفاف يا مضروب. حلو في طقم اسنانك ده انا حرقه زعلك. حلو حلو في طقم اسنانك، حلو ده انا حرقه زعلشانك. حلو حلو يا حلو يا حلو يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. يا حلو يا حلو، حلو يا حلو يا حلو يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. حلو يا حلو يا حلو يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. حلو يا حلو يا حلو يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. يا حلو يا حلو، حلو بمسكة كاسة تشيريو، اشرب ويسكي ومزن ديب كاس والتاني فلوسك جريو، وتروح ماشي يا خفيف. اتنتشت محفظتك حلو، واتلطشت الساعة يا حلو. اتنتشت محفظتك حلو، واتلطشت الساعة يا حلو. تمشي وتتطوح وتقول انا جدع انا ما جدع انا اخوي. تمشي وتتطوح وتقول انا جدع انا ما جدع انا اخوي. تمشي وتتطوح وتقول انا جدع انا ما جدع انا اخوي. تمشي وتتطوح وتقول انا جدع انا ما جدع انا اخوي. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. يا حلو يا حلو، حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلو، انت قمر وعدولك دلو. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلو، بنت صغيرة قد كده سرقت الساعة بتاعتي. والساعة بتاعتك دي انتهى ايه؟ ساعة دهب كرومتر اصلي 17 حجر، لا تقدم ثانية ولا تأخر ثانية، تباع بمحلات الخواجة زكي 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 في شارع قصر النيل بأسعار مخفضة، ومن يشتري يجد ما يسره. ايه لزوم الإعلان ده؟ أنت اسمك ايه؟ أنا الخواجة زكي زكي زكي. انت عامل نفسك انك ساعة؟ ايوة. عشان البنت بتجري في الشارع. Thank you.
تغلب مية وألف من فضلكم انتوا جايين تعملوا شوشرة هنا اسكتوا مش قادر افهم عاوز استفهم في ايه يا حضرتك البنت الصغيرة سرقت مني الساعة ساعة؟ ساعة ايه؟ ساعة ده كيلومتر اصلي 17 حجر لا تقدم ثانية ولا تأخر ثانية وتباع في محلات الخواجة زكي 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 شارع قصر النيل بأسعار مخفضة ومن يشتري يرى ما يسره ايه هو ده انت جاي تعمل لي تياترو بتاعي مزاد علني هنا تياترو يا حضرة تمثيل شغل شغل تقدروا تستنوها برا اسمكم اسكتوا الستارة هتترفع ولا كلمة ولا كلمة واحدة فاهمين الستارة هتترفع دندل ارفع الستارة حضرتك تبقى مين؟ لا انا مش راجل انا ست ست؟ امال الشنب ده ايه؟ لا الشنب ده فالصو فالصو انت بتجري ورايا؟ لا وانت بتجري ورايا؟ لا طب يلا بينا نجري سوا يلا
امال يعني حجر من مين؟ من البنك الاهلي؟ طبعا بجر من العسكري. تحريز تخبيين هو. خلصنا منهم. ما هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقعد هنا على طول؟ لا لغايه بكره الصبح، لحسن لو خرجنا دلوقتي العساكر هيمسكونا. صحيح، بس الدنيا ضلمه وانا بخاف من الضلمه. لا ما تخافيش ما تخافيش، استنى انا هولع لك النجفه. اذا فين النجفه؟ اهي هي دي. ايوه هي دي. انا هروح اقلع هدوم وشغل لحسن تتوسع. طيب اجري في الركن اللي هناك ده. طيب. ها خلاص قلعتي؟ ايوه خلاص. انت عارفه احنا فين هنا؟ لازم جوه دكان. طب وصاحب الدكان دي بيبيع ايه؟ مفيهاش حاجة أبدا. أصله بيبيع هوا، لأن مفيهاش غير الهوا. تعالي اقعدي قوليلي بقى، أنت تبقي إيه؟ أبقى بني آدمة. ما أنا عارف إنك بني آدمة، إنما يعني اسمك، اسمك إيه؟ اسم بطوطة، سنة محطوطة، نص اسم قط نص اسم قوطة، حظة فظة تبقى إيه؟ إيه هو ده؟ أنا بقولك اسمك إيه تقوليلي طوطة وبوطة ومش عارف إيه محطوطة؟ أنا عايز أعرف اسمك إيه؟ يعني ما أنتش حدر؟ لا مانيش حدر. غلب غلبك؟ غلب غلبي. اسمي مدموزيل أطقوطة. مدموزيل أطقوطة، الله، اسمك حلو، وكلامك حلو، وشكلك حلو. نعم نعم نعم، حضرتك بتبسط لي، والله عاد، أنت شوية شوية ترقص لي حواجبك وتقول يا باشا أجيب لك بغاشة، لا فوق لنفسك أنا مش من دول يا مقص. مقص؟ ده انت عايزالك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابصبصلك؟ ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك. لا ما تزعلش. لا انا خلاص زعلان. لا ما تزعلش، حقك عليا. انت لسه زعلان؟ لا خلاص مش زعلان. قوليلي بقى، العساكر والناس اللي كانوا بيجروا وراكي دول كانوا بيجروا وراكي عشان ايه؟ علشان حته كتينه قد كده بس، وفي اخرها ساعه تاب قد كده. والساعة والكتينة دول لطشتيهم من مين؟ قولي اتكلمي. بقى أنا هربت من العسكري، جاي حضرتك تعمل لي محضر، سرقتهم من واحد. ما تعرفيش إن السرقة حرام؟ أعرف، لكن لما أنا سرقت الساعة كان غرضي شريف. طبعا كنت عايزة تعرفي الساعة كام، مش كده؟ تمام كده وحياتك. وبعدين عملت إيه؟ قعدت أجري والناس والعساكر جريوا ورايا، قعدت أحورهم 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 لغاية ما دوختهم، وفي الآخر خالص خبيت في التياترو. عملت ايه في التياترو؟ رقصت وغنيت وفرفشت وغيط، وفي الاخر خالص زهت منهم تاني. هو انت تعرفي ترقصي وتغني؟ اعرف ونص. وتعلمت الرقص والمغنى فين؟ في الملجأ. انت كنت في الملجأ؟ ايوه كنت في الملجأ. انت يتيمة بقى على كده. يا سلام على نبهتك، امال كنت في الملجأ ليه عياقة؟ هو انا كل ما اقول لك كلمة تقولي لي 30 كلمة؟ اعمل لك ايه؟ ما هو انت اصل عقلك تخين قوي. متشكر. لا كتر خير. وقولي لي، انت مالكيش اهل؟ مالكيش قرايب؟ ماليش اهل ازاي؟ ماليش قرايب ازاي؟ ده انا جدي واحد باشا قد الدنيا دي كلها، عنده فلوس كتير كتير خالص. باشا؟ باشا حته واحده؟ هو في باشا حتتين؟ ما هو انا بقول لك عقلك تخين قوي. وقالوا لك ايه كمان؟ وقالوا لي يوم ما اتولدت لقوني محطوطه على باب الملكه ملفوفه في شال احمر حرير بحرير. وجدك الباشا ده ما جاش الملجأ؟ ما شفتيهوش؟ لا، ولا شفت بابا ولا شفت ماما ولا شفت جدي، انما اهلي ناس كبار عندهم فلوس، فلوس كتير خالص. وانت عندك فلوس؟ وانا حالتي العمى، ده انا بجيب اللقمه والزور. طب قول لي انت ابن من جدك يبقى مين؟ انا جدي السلطان قرقوش. يا سلام، سلطان قرقوش حته واحده؟ حته واحده، هو في سلطان قرقوش حتتين؟ بقول لك انت عقلك تخين قوي. طب والسلطان قروش ده بتاعك بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع جدك في المصلحة، الاتنين كانوا في المدرسة سوا. يا سلام،
لكن جدك كمان واحد باشا؟ لا انا جدي فوق فوق خالص. فوق فوق فين؟ في السطوح؟ لا في الطياره. انت بتضحك عليا، باين عليك نتاش. وانت كمان نتاشه، الحال من بعض. طب قول لي انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل وياكي في المصلحه. نشال؟ لا يا فندم، انا صايع لكن صايع شريف. شريف؟ طب والناس والعساكر دول كانوا بيجروا وراك علشان ايه؟ علشان كنت بزمر بدي. يا سلام، انت تعرف تزمر بدي؟ اه بزمر بيها عشان اكل بيها عيش. تاكل بيها عيش؟ طب وتغمز ازاي؟ لا انا بزمر بيها، ازمر بيها الناس تتلم، اقوط لي قرشين واروح واكل بيهم عيش. طب اسمع، احنا من دلوقتي هنبقى اصحاب وهنعمل شركه سوا، موافق؟ موافق. كافي. بس على شرط لازم نعيش بالأمانة ونروح بالأمانة، موافق؟ موافق. كفك كفك. بس على شرط لو حد مننا لطش حاجة لازم يقسمها بالنص مع زميله، موافق؟ موافق. بس على شرط لو واحد فينا اتقفش وخد 6 أشهر سجن لازم يقسمهم بالنص مع زميله، موافقة؟ لا يا أخويا، لغاية كده وبس، أنا ماليش دعوة. طب اسمعني، أنا عندي فكرة، إيه رأيك لو نروح نشتغل في التياترو؟ نروح نشتغل في أكبر تياترو في البلد، تياترو عظيم مليان مناظر حلوة ومليان رقصات، أنا أدمر وأنت ترقصي، قصدي يعني بدل الخرابة اللي إحنا فيها دي، تبص تلاقي نفسك في وسط تياترو عظيم، أنوار ومزيكا وبنات بتغني وبنات بترقص وأنا واقف في وسطهم وبزمر كده أهو. Yeah.
حية. دي مش حية. دي مش حية. لا انا هي ويمكن اكتر منها شوية. لو جت فرصة اقرض ارصة جوه القلب بسحر عيني لما اغمز لك واتقمز لك على طول يا خفيف هتقع فيا وتعيط لي انت وهو وانا اضحك ولا فيش حنية حلويات الدلع دي حوا في قرود اكتر من متحية يا خواجة لمبة رقعتني رمبة. Thank you.
يس احتشام احترام اختشوا وصونوا المقام عيب ترقصم وتهجصم وتهيصم عيب 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 الناس عيب ايه رايك بقى موافقه ايوه موافقه طب كفك كل واحد هياخد نصيبه سامعين اشتغل ايه دول دول حراميه حراميه ايوه لازم الخزنه اللي معاه مليانه فلوس اصلهم حراميه هاي لايف اسمعوا يا جماعه يظهر ان في حد غريب هنا فتشوا المكان كويس واللي تلاقوه اقطعوا رقبته من جدته على طول ما ملقتوش حد لا ما لقيناش حد يمكن قطه ولا فار ماشي اشتغل بس فتشوا المكان كويس كل واحد موجود هنا لازم تقبضوا عليه وتجيبوه على اسم يلا تعالوا ايوه يا فندم حولنا الاوراق على الفرقه وبكره على الاكثر تبان النتيجه حاضر يا فندم حاضر مع السلامه ها قبضتوا عليهم ايوه يا فندم قبضنا عليهم في حال التلبس ظبطنا معهم الخزنه كل المسروقات موجوده كويس خالص الو سعاده الباشا ايوه يا سعاده الباشا ابشر سعادتك قبضنا على العصابه بكامل هيئتها ايوه يا سعاده الباشا لقينا الخزانه زي ما هي موجودين عندنا في القسم بس عايزين سعادتك تشرف عشان تتعرف على المتهمين ونتمم المحضر العفو يا سعاده الباشا العفو يا فندم انا منتظر طرب يا هرت اهو نعم اسمك ايه عنتر ذو الوجه المجروح ذو الوجه المجروح عمرك كم سنه 49 سنه منهم 20 سنه ميري 20 سنة مير يعني ايه؟ يعني تأبيدة في ابو زعبل ما شاء الله ما شاء الله بس يا مجرم اخلص تكل انت تعال انت قرب انا بريء يا سعادة البيه وانا كمان يا سعادة البيه انا راجل غلبان يا سعادة البيه وانا كمان يا سعادة البيه انا بقالي 30 سنة عايش بالامانة والشرف يا سعادة البيه وانا كمان يا سعادة البيه كويس خالص ما هو الدفاع اللي بيقوله كل مجرم انا مظلوم انا بريء انت بتشتغل ايه انا يا فندم ايوه انت في الوقت الحاضر ما بشتغلش حاجه وقبل كده وقبل كده برضه ولا حاجه يعني ايه صايع لا يا فندم انا متعلم عندي شهادات عاليه لكن بقى حظ يوك على راي جدي بس يا باشا
انا عايز اعرفك صنعة بتشتغل ايه؟ انا يا فندم في الوقت الحاضر بشتغل بس سيبوه. اه يا بلياتش يا قليل الادب. وانت مفعوص انت بتشتغل ايه؟ انا اشتغل وياه في المصلحه، هو يزمر وانا ارقص. وساكنه فين؟ يعني بتنامي فين؟ بنام في املاك الحكومه. املاك الحكومه؟ يعني فين؟ يعني على الرصيف. شيء جميل قوي. وحضرتك ساكن فين بقى؟ انا يا فندم ساكن في الشقه اللي قصادها، يعني الرصيف الثاني. اخلص يا قليل الادب. لا مؤاخذة يا حرامية يا رصوص، أنا لازم أربيكم. تعالى باش حضر يا فندم. خليه يتفضل، خليه يتفضل. خش جوه يا أنت أهو. خش خش كده. اتفضل يا سعادة الباشا. أهلا وسهلا سعادة الباشا. أهلا وسهلا. أهلا بك يا عزيزي، أهلا بك. وسهلا. حضرة الأستاذ رفعت المحامي بتاعي. تشرفنا يا أستاذ. إحنا قبضنا على اللصوص اللي سرقوا الخزنة بتاعت سعادتك. أنا أشكركم على نشاطكم ومهمتكم، اسمح لي أسجل إعجابي بيقظة البوليس المصري ونشاطه. العفو يا سعادة الباشا، ده واجب علينا بنأديه بأمانة. فين الحرامية؟ أهم يا فندم. أعوذ بالله. في سن ياسمين تمام. قولي لي يا شاطرة، انت عمرك كم سنة؟ 6 سنين. 6 سنين. واسمك ايه؟ اسمي بطوطة في سن محطوطة، نص اسمي قط ونص اسمي قوطة، حذر فذر تبقى ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب قولي لي انت عايشة مع مين؟ عايشة مع ابويا وامي. وابوكي بيشتغل ايه؟ ابويا بيشتغل جزماجي وامي بتشتغل مرات ابويا. ما تعرفيش اتولدت فين؟ اتولدت في اسكندرية. في اسكندرية؟ انت متأكدة انك اتولدت في اسكندرية؟ لا مش متأكدة، لأن يوم ما اتولدت كنت صغيرة قوي. انت ملكيش اهل، ملكيش قرايب. انا خالها يا سعادة الباشا، دي بنت اختي. احنا اصلنا من اسكندرية من كوم الشقافة، جينا هنا علشان ندور على شغل، نمنا في الخرابة، دخلوا الحرامية بالخزنة، طب عليهم البوليس، مسكوهم ومسكونا وجرجرونا على هنا. احنا ملناش دعوة، هو احنا نقدر نسرق خزنة كبيرة زي دي؟ اعمل معروف يا سعادة الباشا، أنا سايق عليك النبي تخلصنا. أنا سايق عليك سيدي أبو العباس تخلصنا. اعمل معروف يا سعادة الباشا، ربنا يطول عمرك. طيب 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 طيب، ما تخافوش ما تخافوش. أنا خايفة يا خالي، عاوزة أروح يا خالي. ما تخافيش يا بنت أختي، هنروح دلوقتي يا بنت أختي. خد شيلتي معاك يا خالي. يا نهارك أسود، جبتيها منين دي يا بنت أختي؟ أرجوك يا عزيزي ما تعذبهاش، أعمل معروف، ربنا يخليك تخلصنا. طيب طيب يا ابني اهدى، مش كده، أنا هتفاهم مع حضرة المعاون. طيب يا سعادة الباشا، ربنا يطول عمرك يا سعادة الباشا. رجعت الساعة مطرحها، اوعي تقربي ناحيتها تاني، انت عايزاهم يشنقونا. دي ساعة دهب غالية قوي. ملناش دعوة، دهب ولا صفيح ملناش دعوة. تعال هنا يا راجل، الراجل ده والبنت اللي معاه، معاكم في العصابة بتاعكم؟ لا دول مش معانا. يعني ما تعرفهمش؟ لا ما اعرفهمش. شفت يا سعادة الباشا، احنا ناس ابرياء، احنا ناس ملناش دعوة، احنا ناس اشراف. اعمل معروف يا سعادة الباشا، خليهم يسيبونا بقى. خد يا بنت الريال ده الشبرقيم. لا خليه يا سعادة الباشا. لا معلش عشان خاطر. بس ليه تعبتها يا سعادة الباشا؟ معلش خد.
كمان يا سعادة الباشا. ما تخافيش اطمئني، ودي كمان الكارت بتاعي اهو، ان عوزتي اي حاجة ابقي تعالي لي في العنوان ده. ميرسي يا سعادة الباشا. ربنا يخليك يا سعادة الباشا ويطول لنا عمرك. خالي. نعم يا بنت اختي. الباشا ادانا ريال. كويس، ده مبلغ عالي العال. انت يا راجل انت. نعم يا سعادة بيه. خد بنت اختك وروح. اروح يا سعادة بيه؟ اوعى توريني وشك تاني. عمرك ما هتشوف وشي تاني هنا ابدا. قولي من فضلك يا شويش، هي الساعة تطلع لها كام دلوقتي؟ بتسأل على الساعة ليه؟ ما الساعة معايا اهي. متشكر قوي يا شويش. ولا قوة إلا بالله، كنا هنتعشى بيه الريال ده، هناكل منين دلوقتي؟ نبيعها ساعة ونشتري بوس فراخ محشي حمام. نبيعها ازاي؟ ده احنا لو نبيعها البوليس يمسكنا ويدونا في داهية. استني. الله، هنتعشى فراخ. منين؟ من السما. يا جرسون! جرسون! خد الجزء الفراخ ده سويه شوية. حاضر يا سعادة الدين، أنا هسويه تساعدك كويس خالص خالص، دقيقة واحدة بس. تمام. تعالى على غد الفراخ، تعالى على غد الفراخ. اتعشى فراخ. يلا يلا يا راجل على غد الفراخ. يا حرام الفراخ، يا حرام الفراخ. الحق يا جرسون، يا جرسون، الحق الراجل ثلاث فراخ. تاخد حته مفخده وتديني حته مفخده علشان انا هتبقى مفخده وانت هتبقى مفخده. لازم هتعملي لي مقلب. لا ابدا، احنا مش اتفقنا لازم نمشي بالشرف؟ هات حته مفخده. انا مستعد اديك حته بس على شرط. اديكي ستر تديني ستر، اناولك رجل تناوليني رجل. بس كده؟ ماشي كلامك، هات رجل. اتفضلي رجل. الله، مش طعمه قوي.
ايوه بس هات الرجل قبل. طيب. ايه ده؟ ده حته خشب. ايوه اصل فرختي مركبه رجل خشب. تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا بقول لك. ايه خلاص خلصتيهم كلهم؟ يا ساتر انا لسه ما شفتش واحده اوانطجيه زي حضرتك. وانا لسه ما شفتش واحد كوميديا زي حضرتك. بس بلاش كلام فارغ، مش يبقى طولك شبر ولسانك 7 متر. على كل حال اتفضلي يلا نطلع ننام. ننام؟ ننام فين؟ فوق. فوق؟ هو فوق في القصيم؟ لا فوق في الفيلا بتاعتي. فيلا؟ انت عندك فيلا؟ امال عندي فيلا عظيمه جدا خاليه من 4 جهات دلوقتي اتفرجي عليها. اتفضلي. خش. ايه هي دي الفيلا بتاعتك؟ ايوه هي دي. ايه مش عجباكي؟ لا عجباني بس ناقصها حاجه. ايه هي؟ راديو. موجود يا فندم الراديو. فين؟ عند الجيران. افتح الشباك تسمعيها كله جنبي دلوقتي. شوف هي دي اوضه النوم بتاعتي. يا سلام كويس قوي. شكر قوي يا فندم. والطبليه دي اوضه السفره بتاعتك؟ اهي دي اوضه السفره مظبوط. كويس قوي. سي قوي. والتش ده الحمام؟ هو ده الحمام تمام. عال عال ايه العز ده كله؟ دي الموبيلات بتاعتك شيك قوي مريحه قوي. الله الله تعال 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 بسمع. بقول لك يا استاذ اوضه، أنا مش جايبك هنا عشان تقلسي عليا، أنا برضو ابن ناس ومن عيلة، كان عندي شقة وكان عندي أوضة سفرة حقيقي وأوضة نوم حقيقي وحمام حقيقي، لكن أعمل إيه؟ الحالة اتغيرت والعملة أصبحت بالنسبة لي عملة صعبة، فاضطريت أسكن في العشة دي. وكان مفيش حد ساكن قبل حضرتك؟ أيوة كان في سكان برضو، كان في شوية فراخ على شوية أرانب على شوية وز على شوية بطن، إنما خدوا عفشهم وعزلوا. وإزاي رجعوا عزلوا؟ أصلي دفعت لهم خلو رجل. طب مفيش جنبك سكان؟ ايوه في، في ست بطه. والست بطه دي تطلع مين؟ بني ادمه ولا بطه؟ لا بني ادمه، اصلها بنت صاحب العماره اللي انا ساكن فيها. ست طيبه دايما تفتكرني، شويه اكل، شويه ميه، بنطلون مرقع، جزمه قديمه، قاعد بترزق. وهي حلوه؟ نص ونص. يعني وحشه؟ لا نص ونص برضه. يا وحيد، وحيد افندي. استخبي استخبي استخبي. ايوه ست بطه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مساء الخير يا سي وحيد. اهلا وسهلا. اتفضلي يا ستي. يزيد فضلك وتفرح بعدلك يا قادر يا كريم، انا جايبه لك فيسكه الجاز معايا عشان اعمر لك الاباجوره نمره 5. نورني اللمبه. حاضر يا ستي حاضر. والله انا مش عارف اشكرك ازاي يا ست بطه، ده لولا انت بتعمري لي اللمبه كل يوم انا كنت اعيش في الضلمه واكل في الضلمه وامات في الضلمه وحياتي تبقى كلها ضلمه في ضلمه. يا عيني على لعة العازب وشبكته وعيشته اللي زي الهباب، خصوصا انت، يا عيني عليك، ما انت لو متجوز دلوقتي مش كنت تيجي تلاقي لمبتك متعمره ولقمتك متوضبه وفرشتك متنظفه، ولو عيت يا عيني عليك تلاقيها تسقي لك شربتك وتوضب لك لفختك وتسهر على رقدتك، ولو مرت الشر بره تلاقيها وضبت لك خرجتك ووضبت لك دفنتك وولولت على حضرتك وترعى بالصوت الحياني وتقول يا لهوتي ما كانش يومك يا سابعي. يا ساتر يا رب طولي بالك شويه. تعرفي ان عندك حق يا ست بطه،
يا ما نفسي اتجوز ويبقى عندي فاميليا. ما هي الفاميليا تحت امرك يا وحيد افندي، وبنات الحلال كتير والعينه مندي. انتي؟ انا. ايه وحشه؟ ناقصه دراع؟ ناقصه رجل؟ ناقصه سيل؟ لا العفو يا ست بطه، بس اصل حضرتك عارفه ان الحاله بطاله، وابوك المعلم جابر يمكن ما يلاقينيش قد المقام. ابويا يقدر يسكن في بيته اللي يعجبه هو، لكن ما يقدرش يسكن في قلبي الا اللي يعجبني انا. انا عايزاك انت، انا بحبك انت 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 انت، ولا انت جداري انت انت، نعيمي وناري انت انت انت. انا هنا تبعادي. بسم الله الرحمن الرحيم، انت تبقي انس ولا جن؟ قولي اوان. انا بني ادم زي زيي. وبتعملي ايه هنا جوه دي؟ يعني هعمل ايه؟ كنت بشرب. بتشربي كلام اهل المناخوليا ده؟ تعالى هنا قولي بيتي بقى ايه. انا خطيبة وحيد يا دلعادي. خطيبة مين؟ خطيبة وحيد. او ومش عارفه تخش هنا تاني مره لحسن حكسر رجلي. يعني من خطبته ياخد واحده قد بيته؟ امال يعني من همه ياخد واحده قد امه؟ يا كمو يا اسف رقبتك يا بني ادم كعبوات، تطلعي لي بره الزير وانا اخرم عينيكي. طلع اللي هموتك وامشي في جلستي. يا بوابات ارحمي يا وحيد رقبتي. يا جبجوب التوحيد. اتوضع سيبك اسكتي خالص. لا انا مش هسكت، انا عاوز افهم انت وياها ولا وياها؟ انا وياها. ده قلة أدب اللي بتعمليه ده، اتفضلي خشي جوه الزير. لا مش هخش. خشي جوه الزير بقولك. طيب أنا خلاص مخصمك. خشي. معلش يا ست بطة حقك عليا، اتفضلي اقعدي. أقعد؟ ده ما يستحيل أقعد هنا بعد كده أبداً. ليه بس يا ست بطة؟ ده الفيلا وصاحب الفيلا تحت أمرك. فيلا؟ سلامات يا فيلا البدار، يا فيلا الحمام، نون اللمبة. إيه هتعمريها تاني؟ لا هفرخها، هخليها لك ضلمة، هقلبها لك فوقاني تحتاني. معلش حقك عليا يا ست بطة. بس بلا حق بلا باطل، أشياء طالعة من الشقة الإشتاء والعين وحواجب بحقها. قادر يا رب. معلش يا ست حقك عليا. بس يا أخويا بلا دمشة بلا كلام فارغ، عليه العوض في الرجالة. يا ست بطة اعملي معروف. قطوطة خرجت خلاص. قطيته قطيته. هي راحت فين؟ قطوطة انت زعلتي مني يا قطوطة؟ لا انا خلاص مخصمك. معلش حقك عليا. لا انا مخصمك. انا قلت كده بس علشان ما تزعلش. حقك عليا. انت مصلحاني ولا لسه مخصماني؟ مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش خاصمك. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش خاصمك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. معلش النوبة. ابدا مش ممكن. وحياتك توبة. برضو مش ممكن. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش خاصمك. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش خاصمك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. Thank you.
العصبه دي استاذ قوطه. يا سلام وسلم، ده حاجه هايله قوي. ودلوقتي لو سمحتي انا عاوز منك حاجه. نعم. فين الساعه اللي سرقتيها من سعاده الباشا؟ مخبياها. مخبياها فين؟ انا قلبت عليها الفيلا كلها، مخبياها فين؟ جلا 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 جلا. انت مخبياها في جيبي؟ ايوه، ما هي دي اضمن حته اخبي فيها الساعه لانك مش هتدور فيها. يا ساتر يا رب، اما انت حته الجنيه. وحضرتك بتتلمع وبتتقمع قوي، يعني رايح فين؟ رايح اودي الساعه دي لصاحبها. اوعى، لو رجعت الساعه دي لصاحبها هتروح النيابه. ليه؟ انا هعمل عمل طيب. اللي يعمل طيب لازم يلاقي طيب، اللي يعمل خير لازم يلاقي خير. تعرفي لو وديت الساعه دي لصاحبها هروح الجنه. وحياتك، لو رجعت الساعه دي لصاحبها هتروح النيابه. زي بعض، انما مصير الحق يبان. طب اجي معاك ليضربوك. لا لا لا، ما تخافيش عليا، انت تقعدي هنا توضبي الفيلا، واذا كنت تقدري تعملي لنا شويه اكل مفيش بقى. طيب ارباي يا حبيبي. ارباي يا حياتي. مع السلامه يا ستي انا. طب اوعى نفسك. لا ما تخافيش عليا. اوعى تغيب. لا مش هغيب. اوعى يا عشوك في سجن مصر. يا ساتر، فلا الله ولا فالك. شكرا. نهارك سعيد. اتفضل استريح. متشكر. نعم. دكتور رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب يا اخي خضتني. انت اللي خضتني وشربت ركبي. عاوز ايه؟ عاوز اقابل سعاده الباشا. تقابل سياده الباشا انت واحد؟ ايوه انت واحد. هو ممكن اقابله بالقطاعي؟ اجري ده له اوامر. نعم. حضرتك بتديني اوامر؟ ايوه. حضرتك فاهم ان سياده الباشا تحت امرك وفضيلك؟ يعني سيب عيد ابو قطيان واشغاله عشان يقابلك انت؟ ومين انت؟ جنسك ايه انت؟ بتشتغل ايه انت؟ انا بشتغل. اهرج بلاش قله ادب. انجري يلا شوف شغلك. لا اسمع ما اقول لك، خلي بالك. قلت لك شوف شغلك. ما اصل انا عايز سعاده الباشا. اخرس، انت باين عليك حرام من الشال. تسمع تتفضل معايا؟ على فين؟ على التليفون. لا 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 معلش، خليها لوقت تاني. متشكر، سلام عليكم. ها؟ حط دول في زهورية اوام. حاضر يا فندم. ايه خير يا بنتي؟ وصلت النتيجة؟ ابدا ابدا. محدش عارف يدلك على حاجة؟ ابدا يا بابا، انا خلاص دماغي هتتفرد. يا خبر. يا عثمان، روح اعمل للست كوباية ليمونات اوام. وانت روح جهز لي هدومي لاني خارج. وانت روح قول للاسطى. ايه ده؟ الله الله الله، ايه هو ده؟ تبقى مين يا جدعان؟ انا يا فندم. امال انا؟ انت مين؟ رد بسرعه، عايز ايه؟ دخل هنا تعمل ايه؟ انا يا فندم جاي على فين؟ اتكلم. انا جاي عشان احط الورد ده في الزهريه. ده كلام لصوص. عرفتك انت. انت مظبوط، انت حرام الساعه. انا حوديك في ده يا خطاف يا طريد العداله، حوديك اصلاحيه الرجال. سامع يا عثمان يا حسن يا صالح؟ تعال حوطوا الحرامي ده، اوعى يهرب منكم. بس يا سعاده الباشا. يا سعاده الباشا، اصل انا جايب لك حاجه مهمه عايز اديها لك. طب سيبوه. انت جاي هنا علشان ايه؟ اهو كده يا سعاده الباشا، روق دمك شويه، نتفاهم بالذوق. انا جاي هنا علشان ارجع الساعه لسعادتك. انا راجل فقير لكن شريف، انا مش حرامي سعاد. طبعا حرامي خزن حديد. انا مع حقوق اللي خليت البوليس يسيبك انت والجنيه اللي كانت معاك في القسم. طلع الساعه، طلعها. طلعها طلعها طلعها. بس طول بالك، امسك وانت امسك. انا هديكوا الساعه، هرميها لكم في وشكم واخرج من هنا مرفوع الراس. انا جاي هنا علشان عمل خيري، عمل انساني، تقوموا تهزقوني بالشكل ده؟ لكن الحق عليا انا. اتفضل يا سعاده الباشا، الساعه بتاعتك. ما الساعه قال اطلع في ساعه. ليه؟ عشان ايه ساعه؟ فين الساعه؟ فين الساعه؟ ساعه 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 سرقتها، خبطتها، لطشتها، لطشتها يا سعاده الباشا. هي مين اللي لطشتها؟ مراتك اللي سرقتها؟ لا يا فندم انا مش متجوز، انا عازب. عازب؟ كلمني هنا. امال مين اللي سرق الساعه؟ عن اذنك يا هاني، النسناسه القرده اللي سعادتك شفتها معايا في القسم. طبعا مش من عيله حراميه. شجره بتطرح جميز، مش معقول ان فرع منها يطرح تفاح.
لازم انت اللي علمتها السرقه. لا وحياتك يا سعاده الباشا، انا لقيتها متعلمه جاهزه. لقيتها؟ ايوه لقيتها. لقيتها ازاي؟ انت مش بتقول انها بنت اختك؟ انا لا ليا لا اخ ولا اخت ولا حد ابدا، انا بريء منها ومن اعمالها اللي تكسب. وشرف سعادتك يا باشا، انا ما اتعرفت عليها الا ليله الحد. ازاي؟ امال تبقى بنت مين؟ معرفش يا سعاده الباشا، دي بنت يتيمه متربيه في الشوارع، انما فشاره بشكل، دي بتكذب كده. تصور يا سعاده الباشا بتقول ان جدها يبقى واحد باشا، بقى معقول بنت زي دي يبقى جدها؟ جدها مين؟ قول اتكلم. جدها واحد باشا، قالت لي ان جدها واحد باشا. اسمه ايه؟ الباشا جدها اسمه ايه؟ ما تعرفش اسمه ايه؟ ما قالتلكش اسمه ايه؟ ما قالتش اهلها مين؟ قالت لي ان اهلها ناس اغنياء قوي، لكن هي ما تعرفش حد منهم ابدا. ما قالتش اتولدت فين؟ عاشت فين؟ قالت لي انها كانت عايشه في الملجأ، وقالوا لها في الملجأ انهم لقوها في ليله من الليالي على باب الملجأ ملفوفه في شال حرير احمر. شال حرير احمر؟ ايوه. انما بعد كده بقى لما كبرت هربت من الملجأ. ما قالتلكش هربت من الملجأ ليه؟ قالت لي انها هربت علشان ابله اللي بتحبها وتموت فيها ماتت. قبلتها ماتت؟ ايوه. انا متأكدة انها بنتي، بنتي بنتي في البيت. ادي مريا سعاد، قول لي ابني، انت ما شفتش في جسمها علامة؟ في كتفها اليمين علامة. ايوه اظن في كتفها اليمين جنب رقبتها علامة كده زي الفراولة الحمراء. هي بنتي، انا بعضك ابوس رجلك. هي فين؟ موجودة فين؟ موجودة فين؟ قول اتكلم انت. موجودة عندي في الفيلا بتاعتي. ودينا عندها. هدومي اوام يا اسطى. فرضوني لو سمحت اتفضل. اتفضلي اتفضلي. الله عليك وعلى حواليك. اطلع انت بس ورينا السكه وخلصنا. اتفضل يا باشا اتفضل. فين المسرح ده اللي انت ساكن فيه؟ فوق يا سعاده الباشا. فوق فين؟ هو لسه في فوق؟ ايوه في فوق. ولو اني يعني مش قد المهام، انما القصد رايح. اتفضل يا باشا. يا هتقطع هتقطع قطعيته قطعيته قطعيته. محدش بيرد. قطعيته 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 قطعيته. قطعيته باشا في المعروف. مش كده، طولوا بالكم شويه، اصلها يمكن هي شافتنا واحنا طالعين اتخضت لانها ما تعرفش الموضوع. طولوا بالكم، انا هدور عليها بنفسي. طيب ايه؟ دور. هتقطع هتقطع يا حبيبتي. هتقوطة هتقوطة. آه يا مكارة يا عفريتة. اطلعي بقى يا هتقوطة، اطلعي هتقوطة هتقوطة. ما حدش بيرد، مش موجودة، ملهاش أي أثر. طولي بالك بس يا بنتي. أطول بالي إزاي؟ هاتولي بنتي، أنا عايزة بنتي. الله أسعدت الباشا، دي سايبالي جواب جواب. أنا الساعة بتاعت سعادتك يا باشا. أنا في الساعة دلوقتي. طب بلاش الساعة سعادة الباشا. وريني كاتبة إيه؟ عزيزي وحيد، أنا زعلانة أوي إني حسيبك وأسيب الفيلا الجميلة بتاعتك دي، لكن أنا معذورة ما أقدرش أعيش مع واحد شريف أوي زيك. الساعة أهي تذكار مني لك، الوداع يا وح وح. قطقوطة طفشت، هربت، زاغت. طفشت ازاي؟ هربت فين؟ علم انك استهانت. انا متاسف يا سعاده الباشا، متاسف على خيبه الامل اللي صابتنا، لكن اعاهدكم امام الله اني هعمل كل جهدي علشان ادور عليها وارجعها لامها المسكينه الحزينه الجميله. الله يبارك في شبابك يا ابني، انت باين عليك ابن حلال. انت هتيجي معانا دلوقتي، انا عايز منك معلومات وبيانات تساعدنا في البحث عنها. تحت امرك انا يا سعاده الباشا. هي الساعة كام؟ علمك بساعة الباشا. ازاي هي الساعة مش معاك؟ هي الساعة ماشية؟ طبعا ماشية. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، اتفضلوا. يلا بينا يلا اتفضلوا. اتفضل استريح يا حبيبي، اتفضل. أنا هغير هدومي وأجيلك حالا. اتفضل يا باشا. تحب تشرب حاجة؟ مفيش مانع يا سعادة الباشا. قهوة، شربات، شاي. شاي وشوية سندوتش يا سعادة الباشا. هاتوا له شاي يا عثمان. وساندوتش يا عثمان. وساندوتش. اتفضل اقعد يا استاذ وحيد. يا فندم اسمي وحيد عزت. اتفضل استريح. شكرا. حضرتك من مصر؟ لا يا فندم، انا من عيلة الارناؤوطي بتوع بورسعيد.
جدي كان تاجر معروف غني قوي. انما بقى الدنيا ما بتفضلش على حال. فضلنا نتحضر جد ورا جد لحد ما وصلنا للحالة اللي انت شايفاها دي. مسكين، بتشتغل ايه؟ انا يا فندم كنت بشتغل تاجر حمام. كان عندي 5 تجواز حمام بتاجر فيهم. 5 تجواز بس؟ ايوه، اصلهم كانوا بيحبوني قوي ومخلصين ليا جدا. لما كنت ابيعهم لواحد ما كانوش يطيقوا يقعدوا عنده، كانوا يرجعوا لي تاني. او ما بيحب لواحد غيره يرجعوا لي تاني، ابيعهم لواحد تاني يرجعوا لي تاني، وهكذا لغايه ما بعتهم في يوم اسود مهبب، فما رجعوش لغايه دلوقتي. بعتهم لمين؟ لواحد خواجه. ويعني ما لقيتش غير شغلانه الحمام دي؟ اعمل ايه يا فندم، انا متعلم كويس وعندي شهادات وكل حاجه، انما البخت بخت يوك. على راي جدي الله يرحمه ويحسن اليه. يعني انت ما انت السعيد في حياتك مش كده؟ والله يا هانم انا شخصيا ماليش دخل في شؤون حياتي ابدا. حياتي ماشيه كده لوحدها وانا ماشي وراها. يوم اكل ويوم ما اكلش، يوم انام في التخشيبه على الاسفلت ويوم انام في سرايا على ريش نعام، يوم اضحك ويوم اعيط. ويا ترى انت النهارده في انهي حاله؟ النهارده ايوه النهارده. النهارده انا في حاله جديده، حاله ما وردتش عليا قبل كده، حاله جيم يا هانم. استاذ وحيد انا عايزك تكلمني عن بنتي، توصف لي بنتي، قولي كانت بتنام ازاي، كانت بتكلمك ازاي، قولي شكلها ايه. انا اقولك يا ست هانم، لما ابص في وش حضرتك الاقي الشبه واحد بالظبط، اطقوطه بالحرف الواحد، العيون السودة الحلوه اللي كل عين منهم توجع 18 قلب، الشفايف اللي كل شفة منهم تبيت العالم كله سكران طينة، الخدود اللي كل خد منهم يوجع بلد بزيها. الأوصاف دي كلها على مين؟ على قطوطة. يا سلام، هي حلوة بالشكل اللي بتوصفه ده. وأكتر من ده، هي شجرة الفل ممكن تطرح غير الفل. هاتلي الدواء والجرايد، نزلهم لي على التحت. انا اتاخرت عليك شويه يا استاذ، ما تاخذناش. اتفضل يا ابني اتفضل. الله، امال فين الشاي يا عثمان وفين الساندوتش يا عثمان؟ الشاي جاهز يا سعاده الباشا. طب هات هنا. والساندوتش جاهز بالهنه والشفا. سيبه انت يا مرجان، انا هقدم الشاي. سكر يا بابا؟ نص حته بس. حاضر. وحضرتك عايز كم حته سكر؟ 2 3 10، من غير سكر خالص، من غير ملح خالص، زي بعض. شويه لبن؟ لا يا فندم متشكر، انا ما احبش الشاي ابو لبن. اتفضل. ميرسي. لو سمحتي شويه ساندوتش ابلع بيهم الشاي. ودلوقتي يا فريده افندي، يا حديده افندي، يا انت اسمك ايه؟ اسمه وحيد يا بابا. يا وحيده افندي، انا هدي لك نمر تليفوني في بيتي وفي مكتبي، وهدي لك شويه فلوس في ايدك علشان تقدر تدور عليها في الاماكن اللي تتصور انها تتوجد فيها، تتردد عليها، وبمجرد ما تعثر لها على اي اثر اتصل بيا في الحال في اي وقت، الصبح، الظهر، بالليل، على الغدا، على العشاء، زي بعضه تلاقيني جاهز. قول لي يا سعاده الباشا، مش ممكن استنى هنا لغايه العشاء؟ ما انا هدي لك فلوس، يبقى اتعشى اللي يعجبك. الله، يعني هروح ولا ايه؟ ايوه هتروح. الله، يعني خلاص همشي. قلنا هتمشي. طيب متشكر. السلام عليكم. ايه حصل لك ايه؟ مش عارف، الشاي كان فيه حاجه غريبه، حاجه كده بلعتها. ايه هو اللي بلعته؟ حاجة كده بتلمع بتبرق، حتة ازاز، حتة الماس، كانت من جاري الشاي افتكرتها حتة سكر، رحت مالحها لكن ما طلعتش سكر. امال طلعت ايه؟ الله، ده الحجر الالماس اللي في الخاتم السوليتير بتاعي. السوليتير الالماس ده حجر ثمنه غالي قوي، وبلعته؟ ايوه بلعته. ونزل في بطنك؟ ايوه نزل في بطني. نهار ابوك اسود، ده ثمنه 2000 جنيه. طب وانا اعمل ايه يا سعاده الباشا؟ بطني فيها 2000 جنيه وجيبي ما فيهوش تعريفه. طب وبعدين يا بابا؟ لازم اشوف طريقه، نشوف حل. مفيش غير طريقه واحده. هي ايه؟ نفتح بطنه. ايه؟ تفتح بطنه ازاي؟ مؤكد نفتح بطنك، دول 2000 جنيه مش لعبه. طب يمكن اموت. مش مهم، المهم هو الحجر الالماس.
يا عثمان يا عثمان الحاله ابوها جراح اول. من فضلك يا سعاده الباشا طول بالك شويه. جراح ايه وبتاع ايه؟ انا عندي فكره. ايه هي؟ انا اقعد هنا كام يوم وفي الاثناء دي اروح ايه هو اللي مانيش فاهم حاجه عاوز تقول ايه؟ لا يعني انا اروح شارب. فهمت، ده حل كويس. انما تقدر تستنى هنا لحد ما استنى يا سعاده الباشا، بس ارجوكم انكم ما تتضايقوش مني، لان يمكن الالماظه دي تروح كده تحاول كده تطلع كده. المسألة عايزة شوية صبر، عايزة شوية وقت. إن شاء الله تقعد في بطنك 100 سنة، المهم ما أنتش خارج من هنا لما ناخد الألماظة. تعال تعال تعال، وأنا مش هخرج من هنا إلا لما أديكوا الألماظة. دي جوهرة ثمينة جدا، تمنها 2000 جنيه مش لعبة. وفوق ذلك أنا معتز بيها جدا، لأنها تذكار من جد الله يرحمه. ما تخافش يا سعادة الباشا، جوهرة جدك في الحفظ والصون دي في معدة حديد ولا أحسن خزنة حديد. كويس خالص. يا عثمان، يا مرجان، تعالوا. جهزوا أوضة للأفندي ده. وخلوا بالكم منه كويس، ده لص كبير محتال شهير، اي حركة اي اشارة تبدر منه خلوا بالكم منها كويس، ده يسرق الكحل بالعين. بطني يلا بطني بطني. مفيش اهلا وسهلا. مفيش نعم. الله، امال في ايه؟ في شربة زيت خروع. ايه؟ انتوا هتسقوني شربة زيت خروع؟ امال هنسقيك شراب اللوز؟ لكن ده مش معقول. ومعقول انك انت تبلع الماظة قد دماغك؟ ومعقول تنام في سرير عمر ابوك ما نام فيه؟ طبعا مش معقول. مش معقول ابدا. عشان جنبها ميه. عشان جنبها ميه. انت شحات. انت حرام. انت اول تاجر. انت بلطجي. لا اسمع ما اقول لك، انت هو. اوعى تلبخ لحسن اطلع عينيك للتين. انا نتلى عينيك للتين. اشرب الشرب. اشرب الشرب. اشرب الشرب. اشرب الشرب. الحقوني. اشرب يا شوية. اشرب. اشرب. يا ست عالم، الراجل ده هيجننا. هيجننكوا ليه؟ مش عاوز يشرب الشرب. يا ست هانم، احسن جبتها وبطني. احسن طريقة بوظوا مسارينه وطلعوا الالماظ وروح 60 دالية. طيب طيب انا هسقيها له بنفسي، اتفضلوا انتوا شوفوا شغلكم. 20 جنيه بهي. 20 جنيه من 20 جنيه. 20 جنيه بالتموت. بالتموت. ايه وي. 20 جنيه بالتموت. الشرب معاك. تعالى ما تخافش. نعم يا فندم. احنا متأسفين قوي. على ايه يا فندم؟ عشان تعبناك وازعجناك. لا يا فندم، مفيش لا ازعاج ولا تعب. اصل الالماظه اللي انت بلحتها دي عزيزه قوي عند بابا، طبعا مش عشان تمنها ابدا، اصلها تذكار من جدي والتذكار. ايوه يا فندم مفهوم، اصل التذكارات دي بتبقى عزيزه قوي، جميله قوي قوي. علشان كده انا جايه لك عشان تضغط على نفسك شويه وتشرب الشرب. علشان خاطري. علشان خاطري. هوب هوب. وبعدين بقى احنا هنعمل زي العيال الصغيرين، دي الشربة مفيدة. يلا امال يلا. انا هشربها عشان خاطر عيونك انت والله. استني. ايه مالك؟ في ايه؟ الالماظة يظهر انها اتحركت من مطرحها، اتنقلت، لعبت. لعبت؟ لعبت ازاي؟ مش عارف ازاي. طيب وانت دلوقتي حاسس الالماظة موجودة فين؟ اهي موجودة هنا تحت ايدي بالظبط. يعني فين؟ تسمحي اديني ايدك كده. اهي اهي تحت ايدك تمام دلوقتي. لا 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 لا، خلي ايدك خلي ايدك. يا سلام، انا حاسس ان الالم بيخف شويه شويه. لوحده كده؟ لا ابدا، من ايدك. ايدك كانها بلسم بيشفي كل الامراض. يا سلام، انا كويس دلوقتي. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. طيب ما دام استريحت بقى خد اشرب الشرب. ها؟ حاضر يا فندم، اشربها عشان خاطر عيونك الحلوة اشربها. في صحتك. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ايه الطعم اللذيذ ده؟
انا ما كنتش اعرف ان شربة الزيت طعمه بالشكل ده. ده حقهم يعبوها في ازايز ويبيعوها زي الكازوزة ويسموها خار وعكولة. خلاص مفيش تاني؟ لا يا خسارة. ايه الالماظة؟ الالماظة اتحركت تاني. تسمح تديني ايدك؟ ابوس ايدك. هي ايدي فيها ايه بس؟ فيها الدواء، فيها الشفاء. شوف 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 الالماظة اتحركت تاني، نزلت تحت، لا طلعت لفوق. اجيت جنب الكبد، جنب الكبد، عودت على الكلاوي، عودت على الكلاوي، نزلت على صدري، نزلت جوه قلبي، خليكي ماسكه في قلبي، ما تسيبيش قلبي، اضغطي على قلبي. يا قلبي، يا قلبي، يا قلبي. استاذ وحيد. نعم. تحب اكلمك بصراحه؟ لا ارجوكي بلاش الصراحه، انا خايف. خايف من ايه؟ خايف من خيبه الامل. قصدك ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما اقدرش اقولك، ما اقدرش اقولك قصدي ايه. ليه؟ لاني لو قلتلك يمكن تصدميني وترجعيني للحقيقه المؤلمه. انا مش قاسيه للدرجه دي. قول. اقول؟ ايوه قول. وحياه قطوطه. وحياه قطوطه. الانسان اللي قدامك ده انسان بائس تعيس، عاش طول عمره في ظلام، ما كانش لاقي قدامه ولا شعاع بسيط ينور حياته. لحد ما لقيتك انتي، اول ما شفتك حسيت ان الشمس طلعت، حسيت ان الدنيا نورت، ابتدت عينيا تشوف السعاده. واول عينيك ما تشوف السعاده تروح بلع الالماظ السوليتير بتاعته؟ لا ابدا، انا ما بلعتش الالماظ، انا عملت الحيله دي مخصوص علشان افضل هنا جنبك، علشان ما تغيبش صورتك عني. اتفضلي الالماظه بتاعتك اهي. انت زعلتي مني؟ اهو ده الشيء اللي انا كنت خايف منه. انا اسف، اعتذر لك. تعتذر عن ايه؟ عن كل اللي صدر مني. انا كنت مجنون، انا بصيت لفوق، لفوق قوي. بالعكس. بالعكس؟ بالعكس ازاي؟ يعني انت مش زعلانه مني؟ ابدا، انا كمان حياتي كانت ظلام زي حياتك لحد ما شفتك. وحياه قطوطه. وحياه قطوطه. يا خبر، انا مش مصدق روحي. انا كنت متصور اني اقدر امسك النجوم بايديا، كنت متصور اني اقدر اشيل الجبال بايد واحده، اقدر انزح البحر بتنجال، لكن ما كنتش متصور ابدا اني حاسمع منك الكلام الجميل ده. ما كنتش متصور ابدا اني حقدر اقولك اني بحبك. استاذ وحيد، الحب والسعاده عمري ما هعرف طعمهم الا اذا لقيت بنتي. يوم ما هتجيب لي بنتي هو ده اليوم اللي هقدر اقول لك فيه اني سعيده، واقدر اقول لك كمان اني بحبك. عليها فوق سابع سما، ده راح انزل ادور عليها تحت سابع ارض. ادور عليها فين بس يا ربي؟ الاقيها فين بس؟ الاقيها فين؟ انت فين يا طوطه يا حبيبتي؟ انت فين دلوقتي يا طوطة؟ هو ده فين بس؟ هلاقيكي فين؟ دور عليا. بدور عليكي، بدور عليكي فين بس؟ في الأوضة. في الأوضة. في الأوضة. في الأوضة. لا، لا أنا حالتي وحشة أوي.
انا عيان خالص. مخي تخين قوي. ايوه مخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ كانت في ايدي. اخ كانت معايا. قطوطه قطوطه. انا في عرضك، انا في طولك، انا في اسرك. اوعي تسيبيني، حياتي كلها متوقفه عليكي. انت اللي في ايدك تحييني وانت اللي في ايدك تموتيني. عارفه انا سمعت كل حاجه قالولي عن حكايه من اولها لاخرها. حكايه ايه؟ حكايه بطنك هيفتحوها على البحري. على البحري؟ انت متاكده انهم هيفتحوها على البحري؟ ايوه متاكده. ومين اللي قالك؟ البواب حكالي على كل حاجة. انا كنت ماشية وراك من ساعة ما خرجت من البيت. انا مش قلتلك، مش نصحتك، مرضتش تسمع كلامي. بقولك انت عقلك تخين قوي. ايوه عقلي تخين قوي صحيح. يلا معايا اوام. على فين؟ ننزل من الشباك على الجنينة، وفي اخر الجنينة سلم الحرامية محطوطة على السور الحديد، تتشعبط عليه تبقى في الشارع، ولما تبقى في الشارع سيب الباقي عليا. انت بتقولي ايه يا قطوطة؟ انا هستحيل اقدر اتنقل من البيت ده ابدا. انت عاوزهم يفتحوا بطنك؟ انت عاوزهم يموتوك؟ يلا تعالى معايا. بس طولي بالك، انا هشرح لك كل حاجه. مش عاوزه تشرح لي حاجه. ما هو اصل البيت اللي انت فيه ده. ماليش دعوه بالبيت. ما هو اصل الناس اللي هنا دول اقرب الناس. يا سيدي وانا مالي. بس بصي بس للصور اللي هنا دي. بصي للصور بس. مش عاوزه اشوفها. طيب شوفي الصوره اللي هناك دي. شوفي الصوره اللي هناك دي. وبعدين وياك. طب بس تعالي معايا انا هوريك. تعالي شوف الصوره دي. شوف الملاك اللي نازل من السما ده. شوف الجمال، شوف السحر، شوف الدلال. يا سلام عليها، يا جمالها، يا رقتها، يا لطافتها، يا خفتها. تعرفي دي مين؟ مين دي؟ تبقى الشربة. استديني. الصبوات. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي الصحة؟ زيكم. الحقوني يا جماعة اللي هنا. اسكت. الحقوني. Hey!
مش موجود. مش موجود؟ هرب. طفش طفش. نط من الشباك. ازاي ده؟ انت لازم تقبض عليه، لازم تبلغوا النيابه، لازم تبلغوا البوليس، لازم الحكومه. جرى ايه يا سعاد؟ انت عامله في نفسك كده ليه يا بنتي؟ علشان الالماظه يا بابا، كده بقى 2000 جنيه فدايا يا ستي. فدايا 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 ازاي؟ انتوا لازم تجيبوا لي من تحت 30 العرض. انا عايزة الالماظه. خلاص هنجيبه، هنبلغ البوليس. هات التليفون. مش كده يا ستي، هدي روحك شويه، في 60 داهيه الالماظه حتى، تعملي في روحك كده وصحتك. صحتك انت باشا. انت باشا. ايه باشا؟ ايه في ايه؟ التليفون. ماله التليفون؟ ماله التليفون؟ سرقوه. لا تشوف. سرق التليفون. يا خبر اسود، سرق التليفون. هات البوليس، هات الحكومه، سرقوا التليفون. راح مني التليفون. الله اكبر الله اكبر. ايه الغنايم دي كلها يا بنت يا قوطه؟ لقيتيهم في السكه؟ لقيتيهم في مزاد علني ولا حد شحتهم لي؟ فشر وانا شحاته، ده انا سرقاهم. برافو على خفافه حدائق صوابع ابوكي. خدي خدي انت وهو كل واحد مصفرانك. يلا يلا روح الشبراقه. يلا على كيفكم، انبسط وهيصوا. يلا بابا. على انفراد يا قطوط. مفيش بيني وبينك كلام، قول اللي انت عاوزه قدام الرجاله. قول انت. ما اقدرش اقول، ما اقدرش اتكلم، ده سر بيني وبينك انت شخصيا. سر متوقف عليه حياتي وحياتك، مستقبلي ومستقبلي. اخرجوا كلكم وخلي بالكم من اللي بره، لما يجي المعلم ادوني اشاره. ازيك يا قطوطه؟ انت جاي هنا علشان ايه؟ علشانك انت يا قطوطه. علشاني؟ ما كانش تعدي يا حبيبي، عندك بنت الباشا حبيبتك، روح لها. لكن انا بحبك انت يا قطوطه، انت مش فاكره؟ مش قلت اني خطيبتي؟ خطيبتك؟ لا متاسفه قوي يا شيري، انا دلوقتي مخطوبه لواحد غيرك، احلى منك واشيك منك واغنى منك. اغنى مني؟ فين هو ده؟ هقابله بكره. بعد بكرة هقابله. اسمعي بس يا حبيبي، اسمعي بس يا حبيبي،
ما هو انت لازم تيجي معايا دلوقتي. ما اقدرش، انت عاوز توديني الداهيه، تقدر خطيبي يموتني. ما تخافيش، خطيبك مش هيموتك. تعالي معايا، تعالي. ما تتعبش نفسك. ما هو عشان خاطري ارجوكي. بتنفخ في قربه مقطوعه. ما هو شوف، اما اقول لك لما كنتيش تيجي بالذوق هكتفك واخدك بالقوه. انت عايز مني ايه؟ انا مش فاضيه لك، عندك بنت الباشا حبيبتك راح لها. استني بس هفهمك حاجه. تعالي اما اقول لك. انت عارفه بنت الباشا دي تبقى مين؟ مش عاوزه اعرفها. دي تبقى اقرب الناس اليكي، تبقى الانسانه اللي بتحبك اكتر من اي حاجه في الدنيا. بتحبني؟ انا عمري ما سمعت ان ضره بتحب ضريتها. لا دي مش ضرتك، دي والدتك، امك اللي ولدتك. امي؟ امي حقيقي؟ ايوه حقيقي. مش فاكرة أول مرة قابلتك فيها وقلتي لي إن جدك واحد باشا؟ فاكرة. مش فاكرة الباشا اللي سرقتي الساعة بتاعته في الكراكون؟ فاكرة. أهو ده يبقى جدك. جدي؟ يعني جدي باشا؟ أيوه جدك باشا. أنا في الأول ما كنتش مصدقك، عارفة البيت اللي كنت فيه الليلة؟ ده بيت أهلك وعيلتك وأقرب الناس إليكي. طب ليه ما قلتليش؟ ليه ما فهمتنيش؟ هو أنت اديتيني فرصة أفهمك؟ أنا جاي دلوقتي علشان أخدك عند جدك، عند أمك، والدتك اللي ولدتك، حبيبتك. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبي يا جدي، أنا عاوزة أشوف ماما، عاوزة أشوف جدي. هتشوفيهم يا حبيبتي، تعالي معايا، تعالي. مين ده؟ يلزم خدمة يا حضرتك؟ ايوه انا عاوز البنت دي. عايزها ليه؟ قريبتك؟ بنت خالتك؟ بنت عمتك؟ بنت والدتك؟ لا مش بنت حاجة ابدا، انا عاوزها لمصلحتها، لسعادتها، لمستقبلها. اوه كلام حلو قوي، انت لازم عاوزها عشان تسرق لك حد. ما عرفت تسرق لي؟ انت فاكرني ايه؟ ده ولاد كار برضو، حرامي زيك. لا انا مش حرامي. مش حرامي؟ انت دخلت هنا ازاي؟ انا دخلت من الشباك. تبقى حرامي. انت اللي حرامي، انت اللي سافل ومجرم. الاطفال الابرياء دول انت تبقى لهم ايه؟ ابوهم؟ لا نظر مدرستهم. مدرسه السلب والنهب والاجرام، مش كده؟ كده ولا فخ؟ خليك يا مجرم تستغل الطفولة البريئة دي في أعمال إجرامية، تفتح مدرسة تخرج مجرمين ولصوص يفسدوا المجتمع ويضروا مستقبلهم ووطنهم. الله 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 الله، أنت هتخش لنا في قافية الشؤون الاجتماعية؟ ما سيبنا في حالنا يا واد أنت. أسيبك؟ ده أنا هوديك في داهية، ده أنا هوديك السجن علشان تدفع ثمن جريمتك اللي ارتكبتها في حق الأطفال الأبرياء دول. ده أنا بعلمهم صنعة ياكلوا منها عيش، ده أنا بكسبهم 10 جنيه يوماتي. تقدر تكسبهم آلاف وتكسب منهم آلاف لو استغلتهم في عمل شريف، وتبقى بكده خدمت وطنك وخدمت نفسك وخدمت الاطفال الابرياء دول. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت مالك؟ ايش حشرك انت؟ دخلك ايه انت؟ انا هفرجك دخلي ايه؟ اسمعي يا قطوط، انت تهربي حالا دلوقتي من هنا، تروحي على بيت الباشا اللي كنت فيه، ده بيت جدك، بيت والدتك اللي ولدتك، انت سامعه؟ اجري اوام. لا انا ما اقدرش اسيبك، لحنا نروح هيموتوك. ما تخافيش انا هعرف اخلص منهم. اسمعي انت تسلمي على والدتك قولي لها وحيد بيسلم عليكي. يلا اجري اوام. تعالى يا بنت. اقف عندك، اوعى تقرب لها يا كلب. اجري اوام. طيب كتر الرفيع.
انت جدي يا حلاوتك يا جدي. انا جدلك اهو يا جدي. انا قد قوطة اللي نص اسمي قوط ونص اسمي قوطة. انا بحبك يا جدي، لكن قد ما بحبك زعلانة منك. تعرف انا زعلانة منك ليه يا جدي؟ لانك سيبني انا في الشوارع جنب القطط والكلاب اللي ملهمش حد. هطور على لقمة في صناديق الزبالة واكلها متغمدة بتراب. ما اعرفش السيف من الشتا علشان ما بغيرش الجلابية اللي عليا، منها جلابية ومنها مرتبة ولحاف يخلصك كده يا جدي. لكن معلش روح الله يسامحك. انا خلاص قلتلك اللي في قلبي واستريح، ودلوقتي تسمح لي ابوسك بقى. اي كده شكتني بشنبك يا جدي. انت شنبك طويل قوي، قصره شويه. انا هقصره لك شويه. ايه ده؟ اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيما يا جدي. مين؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا قطقوطة. قطقوطة حبيبتي بنتي بنتي بنتي، ايه جابك انت عند جدك يا ياسمين يا حبيبتي؟ تعالي تعالي في حضن جدك يا روح جدك. تعالي قربي قربي جنب قلبي، قلبي اللي بقاله سنين حيران عليكي وحزين من بعدك عنه. تعالي يا حبيبتي تعالي. انت بتحبني يا جدي؟ قوي قوي يا روحي. بتحبني قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. وانت بتحبني قد ايه؟ قد الشوكولاتة؟ ما اقدرش اقول لك. ليه؟ علشان ما اعرفش طعم الشوكولاتة، عمري ما دقتها. يا حبيبتي يا بنتي، ده انا هغرقك شوكولاتة. وفراخ يا جدي. وفراخ يا روحي. وديك رومي. وديك رومي يا حبيبتي. وموز. وموز يا ستي. وفز ولوز وكوارع يا جدي. ماشي كلامك. طب انا عاوزة اتعشى دلوقتي. بس كده من عينيا حالا، طلباتك واوامرك كلها مجابة. تعالي تعالي. تعرفي انا هعمل لك ايه دلوقتي؟ هوضب لك حته عشوه تستاهل بقك الحلو ده. ايه رايك؟ يا حلاوتك يا جدي، انا بحبك قد عينيا قد روحي. وانا بحبك قد حياتي كلها. فحصتني يا جدي. فحصتك؟ ده انا بحسب شنبي هو اللي شاكك. شنبك؟ هو فين شنبك يا جدي؟ اهو قول له. هو فين الشنب؟ راح فين الشنب؟ طرف الهوا يا جدي. طرف الهوا؟ يا خبر، انت عملت ايه في الشنب يا بنت؟ كنت عاوز ابوسك وانت نايم شكل، جبت المقص وقصيته وفوتك. كده برضه يا عفريتة تقص شنبي اللي طول عمري اربي فيه. بدل ما كنت تربي شنبك كنت ربيني انا يا جدي. انا كنت عارف انت فين يا بنتي. غلطات الاباء يدفعوا ثمنها الابناء. غلطة جنونية ارتكبها ابوكي دفعت تمنها انت. لكن معلش، انا حربيكي احسن تربية. انا هعوض لك كل الايام اللي فاتت يا بنتي. سامحيني سامحيني يا بنتي. انت بتعيط يا جدي؟ انا كمان عيط معاك. لا انا مش بعيط. لا انت بتعيط، عينك مليانة دموع. انا بعد النهارده ما بقتش هعيط ابدا ما دام لقيتك يا ياسمين. لكن انا مش ياسمين. انت ياسمين. اسمك ياسمين. انا اسمي قطقوطه. اسمي كتكوته. انا كتكوت كانون وضح. انا تبروته حلوه وصح. غني معايا يا جدي. انا كتكوت كانون وضح. انا تبروته حلوه وصح. غنوا معايا وقولوا وياي صح يا نحفظه. غنوا معايا وقولوا وياي صح يا نحل. انا كتكوت كانون.
ياسمين بنتك ياسمين. ماما يا حبيبتي، انا ماما يا دنايا، انا ماما اللي شافت الويل علشانك. انت حلوة قوي يا ماما، وانت امورة قوي يا حبيبتي. ماما ماما كلمة حلوة قوي عمري ما قلتها لحد. انت اغير كل العيال اللي لهم لما يقولوا ماما، علشان انا ما كانش عندي ماما حبيبتي. ما بس بقى يا ولاد، انتوا ما خليتوش في عليا دموع، خلونا نغير الموضوع، خلونا نضحك شويه بقى. تعالى يا ابو، هنضحك ونهيص ونعمل كل حاجه، مش كده يا ياسمين؟ كده يا بابا، هنعمل كل حاجه، هنتفسح في كل حته، هنتمتع بكل حاجه في الدنيا، مش كده يا بابا؟ كده كده يا بنتي. امال الله بابا، امال فين شنبك؟ كلت القطه قصقصته الملعونه، خلتني نايم ونزلت فيه بهدله كده زي ما انت شايفه. يا ستي فداكي، بكره يطلع تاني. انا كنت مستعد اني اتنازل عن عين من عينيا والاقي ياسمين. قوليلي انت جيتي هنا ازاي لوحدك؟ ايوه لوحدي. وواحد فين؟ يوه فكرتيني، ده وحيد واقع في مصيبة فظيعة. يا خبر، ازاي فين؟ في بيت المعلم في وسط الحرامية بيضربوه. بيضربوه ليه؟ علشان خلصني من ايديهم، قاموا مسكوه ونزلوا فيه ضرب بالبط. احنا لازم نخلصه. نخلصه ليه؟ احنا مالنا وماله؟ هو قريبنا صاحبنا نعرفه. حرام يا بابا نسيبه في وسط عصابة لصوص، يمكن يأذوه ولا يموتوه، ده لسه شاب صغير، احنا لازم ننقذه. ايوه والنبي يا جدي، ده جت على لطيف وابن حلال، ده لولا ما كنتش عرفت طريق اهلي، هو اللي قال انك انت جدي وان ماما دي تبقى ماما. سامع يا بابا سامع، ده شاب شهمي شريف، ده اصله كويس، ده من عيلة الارناؤوطي بتوع بورسعيد. كذاب، ده متشرد صايح حرامي. ابدا يا جدي، انا مش عاوز يدخل بيتي مرة تانية، المرة اللي فاتت بلع الالماظة، المرة الجاية هيبلعني انا كلي كده بحال. ابدا يا بابا، الالماظة موجودة اهي. ازاي؟ الله، وريني، هو اديها لك؟ ايوه يا بابا، ده لو حرامي ولا متشرد كان خباها ولا سرقها، لكن ده شاب متعلم من عيلة كويسة، اخنى عليها الظهر، وبيقولوا في الحكم اكرموا عزيزة قوم ذل. وهو ده باين عليه عزيزة قوم، ده نصب قوم، بلطجي قوم، شفاط قوم. لا ابدا، انت لو تعرفه كويس هتحبه خالص، ده ابن قصر. انا قلت مستحيل، يعني مستحيل. هيقتلوه الى حيث القت، هيموتوه في 60 دهية. انا مش عاوز اسمع سيرته مرة تانية، انا مش ممكن اقدم له اي مساعدة، فاهمة؟ معاك حق يا جدي، كلامك مظبوط يا جدي، بلاش وحيد، مش هنجيب وحيد، مش عاوزين وحيد، بلاش دوا بوحيد. عن اذنك يا بابا، انا تعبانة شوية، هاخد ياسمين تنام في حضني. يلا ياسمين. تصبح على خير يا جدي. وانت من اهل الخير يا روح جدك، بس حميها وعشيها كويس، البنت جعانه قوي، خلي بالك منها، انت مسؤوله عنها من هنا ورايح. انا بقول لك اهو، انا كتكوته نونو ده، انا سفروته حلوه وصح، قولوا ويايا وغنوا معايا صح الناحيه طبعا. قولي يا حبيبتي. ايه ده يا ماما، اسمه ايه؟ اسمه تفاح يا نور عيني. تفاح؟ ده طعمه حلو قوي يا ماما. ماما احنا لازم نخلص وحيد، لازم ننجيه، ده لو مات هنموت بسبب الالم. بس هننجيه ازاي يا روح عيني؟ اسمعي يا ماما، انا لقيت فكره كويسه. ايه هي؟ نروح انا وانت على بيت المعلم عشان نخلص وحيد من غير ما يعرف جدي. تسلم افكارك يا روح ماما،
انما قوليلي انت تعرفي السكه لوحدك؟ ايوه اعرفها كويس قوي. طب يا حبيبتي هنبقى نروح لبكره. لا انا عاوزه اروح دلوقتي. دلوقتي طب كلي قبله. لا انا مش عاوزه اكل، انا عاوزه وحيد وحيد يا مامي. الله احنا هنروح له كده اول يعني ايه؟ لا 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 روح هاتيلي فستان. أيوة. وانا اقول لك تعالي تعالي. ايه هاتيلي مشط من عدة تعالي. وانا اقول لك شوفي لي كذا. ماما لحسن يمسكوكي خليك انت وادخل انا. لا ما تخافيش عليا يا ماما، انا عارفه البيت ده كويس واعرف الحتت اللي ازوق منها وقت الخطر. طب اسمعي خد اللمبه دي معاكي، اول ما تلاقي نفسك في خطر تحقي قوي. طيب يا ماما هاتي. على مالك اوعد نفسك. يقفشوكي. انا مش ممكن اخرج من هنا قبل ما اخلص. اصلا تخلصي وانت هتقدري تخلصيني؟ اخلص جدا كمان. اطلعي اوام بلاش غلبه، اجري اوام لحسن بعدين يمسكوكي. بلاش غلبه انت ايه، انا لازم اخلصها. هتخلصيني ازاي؟ زي ما الفار يخلص الاسد. يحكى ان اسدا وقع في شبكه الصياد، فحضر اليه فار صغير فعض باسنانه شبكه الصياد فخلص الاسد من الشبكه. وانت يعني هتقرضي الحبل اللي انا متكتف فيه ده؟ لا ابدا يا اخي، انت هتفضل طول عمرك عقلك تخين قوي. اسمع. ايه؟ انت على المعلم. انتهله ليه؟ بس انت مالكش دعوه، انت وقول يا معلم دبور يا معلم دبور. ما اشوف اخرتها معاكي في الليله المهببه دي. يا معلم دبور يا معلم دبور شلدم شلاديمو. اعمل معروف يا شلاديمو. أنا عايز سجاير. معاك فلوس؟ ما معيش فلوس. فلوس. ويلي يا ويل، ويلي يا ويل، ويلي يا ويل. أنت التاني. كعبور، كعبور، كعبور. عايز إيه يا ويل؟ أنا عاوز سجاير وما معيش فلوس. برافو يا طوطة، ويلي يا ويل، ويلي يا ويل. يا جماعة اللي جوه المعلم بيقول لكم تطلعوا واحد ورا واحد. ويلي يا ويل، ويلي يا ويل، ويلي يا ويل. Yeah.
نعم يا فندم. مين؟ انت؟ بتكلميني منين يا سعاد؟ من الاوضه الثانيه؟ ها؟ ايه؟ بتقول ايه؟ الحقني يا بابا، جيت انا وياسمين عشان نخلص وحيد، هي دخلت والحريقه مسكت في البيت، حريقه كبيره. كلم الاتعاب، كلم البوليس، كلم المصافي، اوان اوان. طيب العنوان؟ العنوان فين؟ في حي زينهم؟ في السيدة؟ ها ها جا جا ها جا. طيب طيب. ما كتب الله لنا. Thank you.